أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. ثم قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. هذه الآية الكريمة فيها إشارة إلى بعض الأخلاق أهل الكتاب، والإشارة هنا خصوصا إلى علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى. فقال عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق، يعني أذكر أيها النبي عليه الصلاة والسلام حين أخذ الله العهد المؤكد. الميثاق هو العهد المؤكد، وهذا التأكيد قد يكون تأكيدا لفظيا وقد يكون تأكيدا كتابيا، وكل ذلك يسمى توثيق للعهد. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس. أخذ الله ميثاقا وعهدا مؤكدا على علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن يوضحوا الكتاب لهم وأن يبينوه وأن لا يكتموه، لا يكتموا شيئا جاء في هذا الكتاب من الحق الذي أنزله الله عز وجل. ومن الحق الذي أنزله الله عز وجل في تلك الكتب ما ورد من صفة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فصفة نبينا صلى الله عليه وسلم موجودة عندهم، بل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، بل كما جاء عن أحدهم لما قدم النبي إلى المدينة قال: أهو هو، يعني هذا الرجل هو النبي الذي نوعد به؟ قال: هو هو. قال: فما تقول، فما أنت صانع؟ قال: عداوته ما بقيت. افترض أن يتبعه. وعبد الله بن السلام لما سأله أحد الصحابة: هل تعرف صفة النبي؟ قال: إني لأعرفه أشد من معرفتي بولدي، فإني أجد صفته في الكتاب ولا أدري ما صنعت الأمهات أو نحو من هذا. يعني الولد قد الأم قد يقع من الأم خيانة، فلا يدرى هو ولدك حقيقة أم لا، لكنهم يعلمون يقينا صفة النبي صلى الله عليه وسلم كما عندهم في التوراة. هذا العهد الأكيد الذي أخذه الله عز وجل عليهم، ما الذي فعلوه بعد ذلك؟ وانظر العهد هنا على علمائهم، يعني أشرف الناس فيهم، وليس على عامتهم، لأنهم يعني هم أهل العلم وهم الذين يبينون الكتاب ويوضحونه وهم الذين قد يكتمونه. فماذا فعلوا؟ قال: فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. لم يكتفوا فقط بالإعراض عنه، بل نبذوه وراء ظهورهم، دلالة على شدة الإعراض. الإنسان حينما يلقي الشيء أمامه ربما في حالة من الحالات ربما ينظر إليه فلعله أن يسترجعه، يعني ما ظنه أن يسترجع هذا الشيء، لكن إذا ألقى الشيء وراء ظهره فرجوعه إليه ونظره مرة أخرى بعيد. وهم مع أنهم نبذوا الكتاب وراء ظهورهم ما اكتفوا بهذا، بل اشتروا به ثمنا قليلا، يعني استبدلوا بآيات الله ثمنا قليلا. هذا الثمن القليل سماه الله قليلا لأنه حقير،
مهما يكن حتى لو كانت الدنيا كلها. وهذا الثمن الذي أخذه هو الرئاسة والمال وما يأخذونه على أتباع ديانتهم من المكوس والضرائب الكبيرة التي يأخذونها. هذا هو الثمن الذي أخذوه مقابل كتمان الحق وعدم بيانه والإعراض عنه. وبئس هذا وبئس هذا الثمن. ولذلك قال فبئس ما يشترون، يعني بئس ما يستبدلون. تقدم معنا أن الشراء بمعنى الاستبدال. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك، والحقيقة قبل أن نغادر هذه الآية، يعني هذه الآية من أعظم الآيات التي تحذر أهل العلم من كتمان الحق وعدم توضيحه للناس وغشهم فيما أنزل الله عز وجل والتلبيس بسبب الأهواء أو الخوف أو الأطماع. فإن من كتم شيئا من العلم الذي أنزله الله عز وجل من هذه الأمة، فإن من كتم شيئا من العلم من علماء هذه الأمة فإنه فيه مشابهة لليهود، فإنه يشابههم في أخلاقهم. فإن كتم الحق هو صفة اليهود، فمن كتم الحق من أهل العلم من هذه الأمة فإنه قد شابه اليهود في صفاتهم وفي أخلاقهم. يقول عز وجل بعد ذلك لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. يقول عز وجل لنبيه لا تظنن أيها النبي عليه الصلاة والسلام أن الذين يفرحون بما فعلوا من القبائح ويحبون أن يحمدوا، يعني أن يحمدهم الناس وأن يثني عليهم بخير لم يفعلوه، لا تحسبنهم بمفازة من العذاب. المفازة النجاة، يعني بمفازة عن العذاب، بمكان نجاة من العذاب وسلامة منه، بل لهم العذاب المقيم. ولذلك قال عز وجل ولهم عذاب أليم، لهم عذاب أليم على هذا الأمر. هذه الآية الحقيقة فيها إشارة إلى خطورة أن يتلبس الإنسان أو أن يتشبع بما لم يعطى، فإن المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور كما قال عليه الصلاة والسلام. فالإنسان تجده بعيد عن الله عز وجل، بعيد عن طاعته، ومع ذلك يحب الناس أن يمدحوه على تقواه وعلى زهده وعلى ورعه. فهو جمع السوءتين، سوءة التقصير وسوءة محاولته أن يشابه أهل الكمال، فجمع السوءتين. وهذه من أقبح الصفات وأخصها، ولذلك ذمها الله عز وجل كما في هذه الآيات، وتوعد أهلها بالعذاب الأليم عليها يوم القيامة. وقد استشكل هذا بعض الناس، استشكل أن يقال كما جاء في الرواية حيث استشكل بعضهم، أظنه مروان أو نحو منه إن كنت لم أهم، أنه أبعث إلى أحد الصحابة يسألهم، ولعله أبو سعيد، قال إن كان كل رجل فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل أنه معذب لنعذبن أجمعون. يعني يقول هذا كل الناس يحبون أن يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فأجاب إن هذه ليست فيك وإنما في أهل الكتاب خصوصا. هذا جوابا على هذا الإشكال، وإلا في الحقيقة إن الآية كما هو مقرر في أصول الفقه أن العبرة بعموم لفظها لا بخصوص سببها، لو صح أن فيها سببا خاصا نزل بها، ولكننا تأملنا لفظ هذه الآية وجدناها عامة. لأن الله قال لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسن بأنهم بمفازة من العذاب. لكن كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ أن يقال إن الفرح هنا
ليس بما أعطي الإنسان من النعمة والمال، وإنما فرحهم هنا بما بفعلهم للقبائح واستبشارهم بها، ومع هذا الفعل للقبائح يتزينون بزينة التقوى. من تخلق بهذه الخلق وتشبع بهذا الأمر فإنه حقيقة مستحق لهذا العذاب، لأنه جمع السوءتين، جمع فعل المنكرات والتظاهر بالصلاح. ولهذا كما ذكرت قبل قليل قال عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. يعني لله وحده دون سواه ملك ما في السماوات والأرض، ملكهما خلقا وإيجادا وتدبيرا وإحكاما سبحانه وبحمده، فله الخلق وله الأمر. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. وهذا التعليل لمناسبة الآية، لأن له ملك السماوات والأرض، ولا يملك السماوات والأرض إلا من هو على كل شيء هو قدير. هذه الآيات فيها دعوة للتفكر والنظر في ملكوت الله عز وجل، في بديع صنعه وجليل خلقه وتقديره سبحانه وبحمده. ولهذا استفتحت الآيات بقوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. في هذه السماوات الأرض، في هذه السماوات التي خلقها، وهذه الأرض التي أوجدها، وما بينهما من اختلاف في الليل والنهار ينتج عن حركة هذه النجوم والأفلاك، في هذه كلها ومضمونها آيات، يعني آيات بينة ظاهرة لأولي الألباب، لأصحاب العقول والعقول والنهى. هذه الآية لو الإنسان أراد أن يجلس فيتفكر في خلق الله عز وجل وملكه وسعته، كم يحتاج من النظر والتأمل والتدبر. لو قضى دهره يتأمل في آيات الله عز وجل في الآفاق وفي الأنفس، فإنه لن قضى عمره دون أن ينقضي هذا النظر في هذا الملكوت العظيم. ولذلك الحقيقة إن النظر في ملكوت الله والتأمل فيه من أعظم ما يقوي الإيمان في القلب ويعظمه. ولذلك كان التفكر في ملكوت الله من أعظم العبادات التي دعت إليها نصوص الكتاب والسنة، لأن التفكر يورث الإيمان في القلب والخشية والخضوع لله. ولذلك جاء في الأثر أن أكثر عبادة أبي ذر كانت التفكر، أكثر عبادته كانت التفكر والنظر في هذا الملكوت. فالذي يقضي وقته في تفكر في ملكوت الله عز وجل وبديع صنعه وجليل خلقه وجمال خلقه عز وجل يورث ذلك إيمان في القلب، خشية له وخشوعا وخضوعا لله عز وجل، هذا الكون العظيم الذي لا يقدر قدره أحد. يعني وما ذكروه الآن في العلم الحديث عن سعة هذا الكون لا يكاد الإنسان يصدق به. يعني نحن الآن كم الواحد منا كم يشكل من نسبة في الأرض، كم قدر في الأرض؟ لا شيء. هذه الأرض كم تشكل بالنسبة للشمس؟ لا شيء. والشمس كم هي في المجموعة الشمسية نفسها وفي مجرتها؟ ثم هذه المجرة فيها غيرها ملايين المجرات، حتى إن بعض العلماء الفلك أراد أن يقرب الصورة للناس فقال: الإنسان نقطة من كتاب، نقطة على حرف من كتاب من 500 مجلد. يعني كم يشكل الإنسان في بالنسبة لهذا الكون العظيم. ولذلك كلما ازداد الإنسان تأمل في هذا الكون كلما ازداد إيمانا بالخالق جل
جل وعلا. ولذلك لما سئل الأوزاعي عن غاية التفكر في هذه المخلوقات، يعني ما الغاية منها؟ قال أن يقرأها وهو يعقلهن، يعني أن تقرأ هذه الآيات وأنت تعقلها، هذه الآيات التي سنتدارسها أن يقرأها الإنسان وهو يعقل معناها ودلالاتها وما تشير إليه وتدل عليه. قال الله عز وجل: لآيات لأولي الألباب، لأصحاب العقول. من هم أصحاب العقول الذين يتذكرون منها؟ هل هم الذين يتقنون علم الرياضيات أو علم الفيزياء أو غير ذلك من علوم الناس؟ كلا. انظروا ما هي صفات هؤلاء أصحاب العقول والنهى. قال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الذين يذكرون الله يعني يديمون ذكر الله عز وجل في قلوبهم وعلى ألسنتهم وعلى جوارحهم، يذكرون الله عز وجل على كل أحيانهم. ولهذا قال: يذكرون الله قياما في حال قيامهم وقعودا حال قعودهم وعلى جنوبهم، يعني وهم مضطجعين. وذكر هذه الأحوال التفصيلية دلالة على الاعتناء بمبدأ ذكر الله عز وجل، أن الإنسان يكون ذكره لله على كل أحيانه، في سواء كان قائما أو قاعدا أو مضطجعا. فإذا ذكر الله على هذه الأحوال دل على أن ذكر الله مصاحب له في كل أحواله. وهذا هو الذي ينتفع بتفكره، الذي يديم ذكر الله عز وجل واستحضار عظمته. وأعظم ما يبعث في الإنسان استحضار عظمة الله عز وجل أن يتأمل في ملكوت السماوات والأرض. يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ذكر الله يورث أي شيء. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يعني يعملون فكرهم ونظرهم في خلق السماوات والأرض، كيف خلق الله السماوات والأرض وكيف أوجدها وكيف بث فيها هذه الكائنات العظيمة المتنوعة التي لا يحصيها أحد، وهذا النظام البديع الذي تجري عليه هذه النجوم غاية في الإتقان غاية في الدقة على نحو لا يميل ولا يحيد ولا يضطرب. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. ذكر الله والتفكر في خلقه يورث أي شيء؟ الإيمان به والتسليم له. ولذلك قالوا ما خلقت هذا باطلا، يعني التفكر وذكر الله يورث اليقين والإيمان. ما خلقت هذا باطلا، يعني محال أن يكون هذا الخلق العظيم خلق عبثا وخلق باطلا بغير غاية. ما خلقت هذا باطلا سبحانك، تنزهت عن العبث، تنزهت أن تخلق هذه المخلوقات العظيمة دون حكمة ودون غاية. ثم سألوا الله عز وجل أن يقيهم عذاب النار، فقالوا فقنا عذاب النار، يعني جنبنا عذاب النار. وذلك بأن يوفقهم إلى عمل الصالحات، فإن من وفق إلى عمل الصالحات وأعين على ترك السيئات فقد جنب عذاب النار. ثم قالوا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. هؤلاء المتفكرون الذاكرون المتدبرون الذين يسألون الله عز وجل، يقولون يخاطبون ربهم عز وجل متذللين إليه خاشعين له، يقولون إنك من تدخل النار فقد أخزيته، يعني من دخل النار فقد خزي. ونعم الله، إن النار هي الخزي العظيم لأهلها، لا خزي بعدها، ومن سلم منها فقد نجا وفاز الفوز العظيم، ومن دخلها فقد خزي الخزي العظيم الذي لا خزي بعده. إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. وإشارتهم إلى الظالمين هنا إشارة إلى أن الذين يدخلون النار هم الظالمون، فالظالمون هم الذين يستحقون ويستوجبون دخول النار. وهؤلاء الظالمون المعتدون ليس لهم أنصار ينصرونهم من الله، ولا أنصار يمنعونهم من دخول النار. وما للظالمين من أنصار. ثم قال عز وجل ربنا إننا
سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. انظروا غاية التذلل والخضوع لله عز وجل، وانظروا عظم التوسل إليه والتقرب منه عز وجل بما بأعظم ما يتقرب به العبد من ربه. فقالوا ربنا إننا سمعنا مناديا، يعني سمعنا داعيا، المنادي هو الداعي، سمعنا مناديا ينادي للإيمان، يعني داع يدعو إلى الإيمان. وقوله مناديا ينادي، لا شك أن المنادي أنه ينادي، ومن ينادي فهو منادي، فالجمع بين الأمرين من باب التأكيد لأن هذا الرجل الذي ينادي كأنه ليس له مهمة إلا النداء إلى الإيمان. سمعنا مناديا ينادي للإيمان، سمعنا داعيا يدعو إلى الإيمان، يعني لا يدعو إلى شيء، صحيح أنه منادي وأنه داعي لكنه لا يدعو إلا إلى الإيمان. فمعناها أن كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو دعوة إلى الإيمان، وكل ما شرعه عليه الصلاة والسلام هو دعوة إلى الإيمان بالله عز وجل. وهذا معنى قوله ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. سمعنا مناديا ينادي للإيمان، هذا المنادي الذي ينادي للإيمان ماذا يقول؟ أن آمنوا بربكم. انظر هذا التأكيد لمهمة النبي، ذكر الداعي مرتين، مناديا ينادي، ذكر النداء مرتين، والإيمان ذكره مرتين أيضا، ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم. فهو تأكيد على أن مهمة النبي عليه الصلاة والسلام هي الدعوة إلى الإيمان، وأنه لا يدعو إلا إلى الإيمان بالله، أن آمنوا بربكم. فآمنا، اتبعناه، صدقناه، أقررنا بما دعا إليه، وانقدنا إليه، واتبعنا شريعته، واستجبنا لأمره ونهيه، فقنا عذاب النار. هذه أعظم ما يتوسل بها المؤمنون إلى ربهم، يتوسلون إليه بإيمانهم. نحن لا نملك شيء نتوسل إلى الله به أعظم من الإيمان به، لا نملك شيء نتوسل به إلى الله أعظم من قولنا لا إله إلا الله. هذه هي الكلمة التي نرجو إن شاء الله بها أن نعصم وأن نسلم وأن ننجو. هذه أعظم ذخيرة يدخرها المؤمن عند الله عز وجل، كلمة التوحيد وإيمانه بالله عز وجل. ولذلك هؤلاء المؤمنون لم يتقربوا إلى الله عز وجل ولم يتوسلوا إليه بغير إيمانهم وتصديقهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس بأعمالهم وليس بجدهم واجتهادهم ولا جهادهم ولا الخير الذي بذلوه، وإنما تقربوا إليه وتوسلوا إليه بإيمانهم وتصديقهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أعظم ما يتوسل به المؤمنون، بإيمانهم بالله عز وجل وتصديقهم لرسوله. وهذه هي التي نرجو بها أن يكفر عنا ربنا سيئاتنا. فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اغفر ذنوبنا، الغفر بمعنى التغطية والستر، اغفر ذنوبنا يعني استرها لنا وتجاوز عنا، وكفر عنا سيئاتنا، فاستر ذنوبنا بفضلك وكفر سيئاتنا، وذلك بتوفيقنا لعمل الصالحات. ونحن نعلم أن تكفير الذنوب يكون بطريقين، إما بمغفرة الله وفضله لعبده، يدعو الله فيغفرها له عز وجل، أو بعمل الصالحات التي تكفر بها السيئات، لأن الله عز وجل قال إن الحسنات يذهبن السيئات. فقوله عز وجل في هذه الآية فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، هذا كما تقدم معنا في الدرس السابق أنها ألفاظ متقاربة في المعنى متباعدة في لفظها، فبعض أهل العلم يقول إن التكفير والمغفرة بمعنى واحد، وبعضهم يحمل هذه على معنى وتلك على معنى. فالستر الذنوب، مغفرة الذنوب سترها، والتكفير يكون بعمل الصالحات، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يعني انظروا كمال الخضوع لله عز وجل ومعرفة مقامه عز وجل، أنهم سألوا الله أن يتوفاهم مع الأبرار، يعني أن يكونوا من الأبرار الذي يتوفاهم. فهم لم يثقوا بما عندهم من العمل ولا بما عندهم من العلم
بل علموا أن ذلك قد يحول ويزول، وأن ذلك قد يتقلب ويتصرف ويتحول، ولهذا فزعوا إلى الله عز وجل أن يتوفاهم على الأبرار. ومعنى أن يتوفاهم مع الأبرار يعني أن يثبتهم على الإيمان حتى يموتوا كما يموت الأبرار. فهذا معنى وتوفنا مع الأبرار. فالتوفي مع الأبرار أن يوفقوا لعمل الصالحات وأن يموتوا على العمل الصالح. ثم قال الله عز وجل عنهم: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ثم سألوا الله عز وجل بعد ذلك أن يعطيهم ما وعدهم على ألسنة رسلهم. وقد وعد الله عز وجل عباده المؤمنين على ألسنة رسله بأمور: وعدهم أولاً بهدايتهم إلى الحق وسبيل الرشاد والطريق الموصل إليه، وعدهم أيضاً بالنصر على عدوهم والتمكين لهم في الأرض، ووعدهم أيضاً بدخول الجنة والسلامة من النار. وهذه أعظم الموعودات التي وعد الله عز وجل بها عباده المؤمنين الذين اتبعوا رسله: آتنا ما وعدتنا على رسلك في الدنيا من التوفيق والهداية والنصر، ولا تخزنا يوم القيامة يعني لا تفضحنا يوم القيامة. ومعنى لا تفضحنا يوم القيامة لا تفضحنا بذنوبنا التي ارتكبناها في الدنيا، ولا تفضحنا بعذابك لنا يوم القيامة، ولا تفضحنا بدخول النار يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فهو عز وجل لا يخلف وعده، لأنه القادر والمالك، فلا يمنعه شيء من الوفاء بما وعد سبحانه وبحمده. وتبلغ هذه الآيات العظيمة وهذا التذلل لله عز وجل ومناجاة الله والخضوع بين يديه هذا المبلغ، فتنزل الآيات للإجابة عليه. وتأملوا أن الإجابة تأتي مبتدأة بحرف الفاء: فاستجاب لهم ربهم، ليدل على أن هذه الإجابة جاءت بعد الدعاء مباشرة، قال عز وجل: فاستجاب لهم ربهم. وانظروا لفظ في الآية حيث يقول عز وجل: فاستجاب لهم ربهم، فذكر لفظ الربوبية، ولفظ الربوبية مرتبط بالإنعام والإحسان، ولذلك ناسب أن يذكر. ما قال فاستجاب لهم الله، وإنما قال فاستجاب لهم ربهم، لأن لفظ الربوبية يتعلق بالإنعام والخلق والإيجاد والعطاء، ولذلك قال فاستجاب لهم ربهم، يعني استجاب لهم دعاءهم وما سألوا الله. وقال سبحانه وبحمده: أني لا أضيع عمل عامل منكم، يعني استجاب دعاءهم قائلا لهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم، يعني لا أضيع ثواب عامل عمل منكم، سواء عمل قليلا أو كثيرا، وسواء كان العامل ذكرا أو أنثى، فبعضكم من بعض. ومعنى بعضكم من بعض يعني أنتم مثل بعض في أصل خلقكم، فأنتم كلكم أبناء آدم من ذكر وأنثى، وأنتم بعضكم من بعض يعني متساوون في التكليف، فأنتم متساوون في أصل الخلق، متساوون في التكليف، ولذلك لا يضيع الله أجر العاملين من الرجال ومن النساء. وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته وعدله، فلا يزيد لذكر لأنه ذكر، ولا ينقص لأنثى لأنها أنثى، بل الله عز وجل يوفي كل عامل عمله ولا يضيع أجره. ثم قال عز وجل، نص على طائفة من العاملين، قال: فالذين هاجروا، يعني هاجروا من بلادهم في سبيل الله عز وجل، ما هاجروا تجارة ولا مغنما ولا مكسبا، وإنما هاجروا في سبيل الله عز وجل. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم، يعني أخرجهم الكفار من ديارهم، وهذا أصدق ما ينطبق على المهاجرين، أول ما يدخل في ضمن هذه الآية المهاجرون الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، كما قال عز وجل: يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. فأول من يدخل في ضمن
فضل هذه الآية المهاجرون، ثم من جاء بعدهم ممن كان على صفتهم. فالذين أخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي، يعني آذاهم الناس، لقيهم الأذى في أنفسهم وأموالهم وأبدانهم وأهليهم، أنواع الأذى الذي قد يصل إلى القتل. وأوذوا ليس على مغنم دنيوي ولا على عرض من عرض الدنيا، وإنما أوذوا في سبيل الله، يعني لأجل الله عز وجل، لأجل إيمانهم، لأجل اتباعهم، لأجل جهادهم في سبيل، لأجل ذلك كان الأذى عليهم. فالذين أوذوا في سبيلي، قال وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا أكفرن عنهم سيئاتهم، قاتلوا أعداءهم وقتلوا في ذلك لا أكفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هؤلاء الذين على هذه الصفة وعدهم الله بأعظم الثواب، فقال لا أكفرن عنهم سيئاتهم، يعني لا أغطي هذه السيئات وأتجاوز عنها ولا أحاسبهم ولا أؤاخذهم عليها. وبعد التكفير عن السيئات أدخلهم الجنة مقاما يستقرون فيه، هذه الجنة التي تجري من تحتها، يعني من تحت قصورها الأنهار. ثم قال عز وجل ثوابا من عند الله، يعني هذا الذي أعطاهم الله عز وجل جزاء على أعمالهم، ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب، عنده عز وجل أحسن الثواب، عنده من الثواب ومن النعيم ما لا يخطر على قلب بشر، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا من النعيم الذي أعده الله عز وجل لعباده المؤمنين، حتى مجرد أن يخطر في بال الإنسان لا يأرد في باله، فضلاً عن أن يراه أو عن يسمع به أو عن يكون قد جربه أو توقعه. فنسأل الله الكريم من فضله. وبعد هذا قال الله عز وجل لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. يخاطب الله نبيه يقول يا أيها النبي عليه الصلاة والسلام لا يغررك ويخدعك تقلب الذين كفروا في البلاد، يعني تنقلهم فيها حيث شاءوا وتمكنهم منها. هذا التمكن القائم على قدرتهم على التحكم فيها، قدرتهم على التنقل في بين فجاجها وسهولها وجبالها، تمكنهم من أسباب القدرة والقوة وتسلطهم في الأرض، فإن هذا كله متاع قليل، مهما كان فإنه متاع قليل، في النهاية سيذهب الإنسان ويرحل عنه ويدعه، متاع قليل. ثم مأواهم جهنم، الدنيا بكل ما فيها من نعيم هي متاع، وفي مقابلها النار، حيث قال عز وجل مأواهم جهنم، فانظر سمى ذلك متاعا قليلا يعني يزول، وفي النار قال مأوى، وقلنا إن المأوى هو المكان الذي يرجع إليه الإنسان ويستقر ويأوي فيه، فمعناها مأوى جهنم أن جهنم هي مقرهم. وهذه ترد كثيرا في القرآن الكريم أن يذكر أن جهنم هي المأوى والمقر والمستقر لهم، وهذه من الأدلة على التي استدل بها أهل السنة والجماعة على خلود أهل النار في النار، فإنها مستقر لهم ومقام، ويؤكد ذلك بقول خالدين فيها، وفي مواضع أخرى خالدين فيها أبدا. ثم قال عز وجل مأواهم جهنم وبئس المهاد، المهاد هو الفراش، يعني بئس فراشهم الذي يفترشونه النار. وتأملوا كيف يكون هذا الفراش الذي هو من نار يفترشونه ويمهدونه. في مقابل هؤلاء قال عز وجل لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. في مقابل هؤلاء الذين اتقوا ربهم، لكن الذين اتقوا ربهم اتقوه فآمنوا به
واتقوه فعملوا ما أمرهم به واجتنبوا ما نهى عنه عز وجل. فحققوا التقوى له. هؤلاء المتقون لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الجنات أصلها من الجن وهو الستر، والمقصود به البساتين التي تغطيها الأشجار، كثيفة الأشجار حتى تكون مغطاة، هذه هي البساتين. إذا كان شجرها كثيفا يغطيها ويجنها ويسترها تسمى جنات. لهم جنات يعني ليست جنة واحدة وإنما جنات، هذه الجنات تجري من تحتها الأنهار يعني من تحت قصورها، وهذه أكمل صور النعيم الذي يتخيله الإنسان. وإلا فالجنة فيها ما هو أعظم، ما هو أعظم من ذلك، خالدين فيها، يعني خالدين فيها يعني مقيمين ماكثين فيها. أصل الخلود بالمكان طول المكث، أصل الخلود طول المكث بالمكان، يسمى ذلك خلودا، يعني ماكثين فيها خالدين فيها نزلا من عند الله. هذا الذي النعيم الذي أعطوا إياه ونزل عليهم وكافأهم الله به هو نزل من عند الله، وأصل النزل أول ما يعد للضيف عند نزوله، النزل أصله أول ما يعد للضيف عند نزوله. فهذا النعيم يأخذونه وينالونه أول نزولهم إلى الجنة نزلا من عند الله. وما عند الله خير للأبرار، ما عند الله من النعيم والثواب والجزاء خير للأبرار، يعني خير للمنقطعين للمتقين المحسنين أعمالهم. وقوله وما عند الله خير للأبرار في مقابل ما يتمتع به الكفار في الدنيا من النعيم، فإن ذلك النعيم يحول ويزول، أما نعيم أهل الجنة فإنه باق خالد. ولذلك جاء في الحديث إن يؤتى بأنعم أهل النار في الدنيا، يؤتى بأنعم رجل من أهل الدنيا من أهل النار، أكثر أهل الدنيا نعيم، فيغمس في النار غمسة واحدة، يعني يدخل في النار ويخرج منها، ثم يقال له يا فلان هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا وربي ما رأيت نعيما قط ولا مر بي نعيم قط، مجرد غمسة. وفي مقابل يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس في الجنة غمسة واحدة، ثم يقال يا فلان هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت بلاء قط؟ فيقول لا وربي. وهذا مجرد الغمسة. أقل أهل الجنة، تعرفون من هو أقل أهل الجنة منزلة؟ أقل أهل الجنة منزلة رجل يدخل الجنة بعد أن يدخل الناس الجنة وينزلون فيها منازله، حتى يظن أنه لم يبقى له فيها منزل، فيقول له الله عز وجل فإن لك مثل ملك من ملوك الدنيا، يعني لك من النعيم مثل نعيم ملك من ملوك الدنيا. فلا يكاد يصدق الرجل من عظم النعيم الذي ينتظره، ثم يقول ولك مثله ومثله ومثله، فيقول الرجل قد رضيت يا ربي، قد رضيت، يعني النعيم أقل أهل الجنة نعيمه مضاعف أضعافا كثيرة على ملك من ملوك الدنيا، على نعيم ملك من ملوك الدنيا، هذا أقل أهل الجنة منزلة، نسأل الله كريم من فضله. ثم قال عز وجل بعد ذلك وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يقول عز وجل إن أهل الكتاب ليسوا سواء في كل أحوالهم، فإن منهم من أهل الكتاب من يؤمن بالله وما أنزل إليكم، يعني يصدق بالذي أنزل إليكم وما أنزل إليهم، قدم إيمانهم بما أنزل إلى النبي، لأن من آمن من أهل الكتاب بما أنزل إلى النبي فقد آمن قطعا بما أنزل إلى من؟ إليهم، إلى في كتبهم السابقة، ولذلك قدم ذكرهم، لأن من أهل الكتاب من يؤمن بكتبهم لكن لا يؤمن بالذي أنزل على النبي، وهذا لا ينفعه، ولهذا قدم ذكرهم فقال من يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله، فيؤمنون بما أنزل إلى النبي ما أنزل إلينا من الحق والهدى
ويؤمنون بما أنزل إليهم في كتبهم ولا يفرقون بين رسل الله وهم خاضعين متذللين لله عز وجل رغبة في ثوابه ورهبة من عقابه. والوصف الآخر لهم أو الوصف الرابع لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، يعني لا يستبدلون بآيات الله ثمنا قليلا. فهم لا يستبدلون بآيات الله ثمنا قليلا، ليس المقصود أنه هذا الثمن قليل فلو كان ثمنا كثيرا لاستبدلوه، وإنما هذا كما ذكرنا سابقا من الأوصاف الكاشفة، يعني لا يستبدلون ثمنا مهما كان هذا الثمن لو كان الدنيا كلها فإنه قليل أمام الإيمان، أمام الإيمان بالله. هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات، صفة الإيمان بالله وما أنزل إلى النبي وما أنزل إليهم والخشوع لله وعدم الشراء بآية الله ثمنا قليلا، هؤلاء لهم أجرهم عند ربهم، إن الله سريع الحساب، لهم ثوابهم عند الله، وهذا الثواب عظيم لأنه من الله، وهذا الثواب يأتيهم سريعا لأن الله عز وجل هو سريع الحساب والجزاء على الأعمال. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا تختم بها بهذه الآية الكريمة تختم هذه السورة العظيمة. والحقيقة إن هذه الخاتمة هي تلخيص لمضمون هذه السورة. فالمؤمن مطلوب منه أن يصبر على تكاليف الشريعة وعلى أقدار الله التي تصيبه، ومطلوب منه أيضا أن يصابر، يعني أن يغالب الكفار في الصبر، فلا يكون صبر الكفار أعظم من صبر المؤمنين، بل الواجب على المؤمنين أن يكون صبرهم أشد، لأننا نصبر ونحن نرجو الثواب، وأولئك يصبرون ولا ثواب لهم. ورابطوا يعني أقيموا على الجهاد في سبيل الله، وهذا أول المعاني التي ينصرف إليها معنى الرباط، لكن المقصود بالرباط أعم، الرباط على هذا الدين حفظا له وقياما به وذودا عن حياضه في شتى الميادين، وهذا من الرباط الذي أمر به الله عز وجل. واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لعلكم تنالون مطلوبكم بدخول الجنة والسلامة من النار أجارنا الله منها. الحقيقة هذه الآية الكريمة هي تلخيص لمضمون هذه السورة كلها بتحقيق هذه الصفات العظيمة التي ختمت بها السورة: الإيمان والصبر والمرابطة والمصابرة والمرابطة وتقوى الله عز وجل، يحقق بها العبد الفلاح والنجاح يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن حقق هذه الصفات وأن يسلك بنا سبيل أهلها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.